توحشيني توحشيني يا أختي. See you later dude. What's up? See you soon. Digga. My boy. هتوحشوني. محمد رسول الله. باي باي. وبكده نكون ودعنا أسرتنا بعد حوالي أسبوع قضيناه مع بعض. عارف إن أنا ما نزلتلكمش فلوجز أول بأول، لأن الصراحة كان موضوع صعب جدا، شغل سواء لحد براج أقضي وقت معاهم ونتغدى ونتعشى والكلام ده كله، أرجع تاني بالعربية أنام في المستشفى أكمل شغل، فكان الموضوع هكتك ومش قادر إن أنا أصور تماما يعني، فمعلش سامحوني. راجعين تاني. بصوا يا جماعة، دلوقتي الساعة 5 الفجر، انا يعني من كتر التعب نمت هنا في براج، وهركب العربيه دلوقتي اطلع الشغل فورا يعني. فلا يعني الصراحه كان اسبوع مرهق. عارف والله يا جماعه ان الستريك خربت، وان احنا كنا ماشيين ديلي فلوجز والدنيا كانت جميله، ولكن اختفيت عنكم 3 4 ايام كده، ولكن فعلا الاسبوع اللي فات كان دمار شامل. كنت رقم واحد عيان، رقم اتنين عيلتي كانت موجودة وبقالي كتير جدا ما شفتهمش، فكان لازم ان انا اقضي معاهم كواليتي تايم زي ما تقولوا، مش عايز امشي فاهم اصور فيهم 24 ساعة، كان لازم ان انا يعني اديهم حقهم برضو واقعد معاهم. وفي نفس الوقت ما كانش في حاجة سبيشال قوي بتحصل غير السفريات اللي عملناها، كنا عادة يعني بخلص شغل، وكان الشغل برضو كتير جدا، نسيت اقول النقطة دي، ان الشغل كان بيخلص متأخر، وكنت بخلص شغل وبعد الشغل اروح طالع على طول على براج اقضي معاهم اليوم، ارجع بالليل انام في المستشفى. يعني انا قعدت اسبوع ما بنامش في بيت، متخيلين؟ برجع من براج انام في المستشفى علشان اصحى الصبح بدري اكمل على طول، فكان يعني النوم خربان، الشغل كتير، العيله برضو كان لازم ان انا اديهم حقهم في الكام ساعه اللي بقعد فيها معاهم، وكنت عيان، فكان يعني دمار شامل. فسامحونا على الغياب، ولكن راجعين النهارده بقوه، واوعدكم ان احنا حتى لو اختفينا مش هنختفي بالكميه دي، مش 3 4 ايام يعني، نختفي مثلا يوم يومين، ولكن نحاول ان احنا نضمهم في فلوج واحد. فسامحوني، عارف ان انا قصرت معاكم، ولكن مكملين. والنهارده اخر يوم في الاسبوع، فيعني عندي عيادات، المفروض عاده كان الجمعه بقضي في اوضه العمليات، ولكن احنا دلوقتي ناقص عندنا دكتور، فبدل الدكتور ده انا قاعد في العياده بقى بكشف على الناس اللي بتيجي، يا اما عندها بلان ان هي تيجي اوريدي وعندها يعني ابوينتمنت او ميعاد انها تيجي فيه، او الناس اللي هي بتيجي مفاجاه، مثلا حصل له مشكله مره واحده فبيجي يعني العياده. حلو ساعات برده ان انا ما بقاش في اوضه العمليات، لان اوضه العمليات ساعات برده بتكسر الظهر يعني. فالنهارده عيادات، وبعدين نروح بقى ونشوف الويكند بتاعنا هيمشي ازاي. احاول ان انا اسافر حتى الويكند ده، لان بقالي كتير ما سافرتش من ساعه اكتوبر فيست اللي انا صورته لكم، والرحلات الصغيره اللي بنعملها في تشيك، فنحاول ان احنا الويكند ده نسافر لنا. عندنا بريك سريع من الشغل، فنروح نكمل بقى موضوع فاكرين الاسبوع اللي فات التوكن بتاعتي اللي هي بدي بيها الادويه ضاعت، فكان لازم ان انا اجددها، فروحنا نحاول نجددها بس كان ناقصني ورقه، وبقالي اسبوع زي ما بقول لكم مش ملحق اعمل اي حاجه، فعدى اسبوع ودلوقتي نروح بقى نجددها بجد عشان خلاص محتاجها في الشغل، العيانين بيجوا بضطر ان انا اكشف عليهم، بعدين ابعتهم لدكتور تاني عندنا في العياده علشان يكتب لهم يعني البريسكريبشن بتاع الادويه، ان هم مثلا لو محتاجين دواء معين نكتب لهم الورقه بتاعه الدواء دي. فموضوع صعب، محتاج بقى اروح اجددها عشان خلاص كفايه كده اعتماد على الدكاتره التانيين. وبعدين دلوقتي بالمره بما اننا يعني خارجين من المستشفى نروح ندفع ايجار السكن، لان انا ما بلحقش ان انا اروح السكن قبل الساعه 3 وهم بيقفلوا الساعه 3، فنروح بقى بالمره ندفع الايجار اللي متاخر بقاله شهرين. يلا بينا. اول ستيب هنا في السكن ندفع الايجار بقى ونطلع على السيرتيفيكيشن اوثوريتي اللي كنا فيها الاسبوع اللي فات دي. Oh my God, you're still alive. How you doing? Aw, you don't want to be on camera? You're a celebrity, come on. ولسه مخلصين مشوار دفع الإيجار في السكن، ورجعنا تاني لمبنى شيرنوبل اللي جيناه الأسبوع اللي فات. نخش بقى على الله ما يكونش ناقص ورقة النهاردة عشان عايزين ننجز موضوع التوكن أو الفلاشة يعني بتاعت الأدوية. آخر مشوار عمل يعني الأسبوع ده، بعدين هنرجع الشغل تاني نشوف لنا كام عيان، وبعدين بقى أوفيشلي الويك إند بتاعنا يبدأ. هبص على تذاكر السفر والحاجات دي عشان نقرر يعني هنروح فين الأسبوع ده. Certificate authority. Zapomniałeś już? Nie, Max Nerowa. Max Nerowa. Jo, jo.
خدنا كارت، كان لازم اديهم البطاقة عشان يدوني كارت اخش بيه المبنى، شكله مبنى مهم يعني. دلوقتي نخش ننجز الورق. والحمد لله خلصنا المشوار، ياه بقى معانا توكن نقدر دلوقتي ندي اي دواء احنا عايزينه. بصوا بتتفتح كده، تحط في الكمبيوتر ولازم اكتب باسورد علشان ادي ادويه. فالحمد لله خلصنا المشوار ده. لا والمضحك بقى ان وانا قاعد يعني مستنيها بتعمل الورق والحاجات دي كلها، قلت خليني احجز طياره للويكند ده عشان ما نقعدش بقى ناكد في الموضوع ونتاخر وتبقى الطيارات اغلى وفي الاخر ما سافرش والكلام ده كله. فحجزنا طياره، هتعرفوا بالليل احنا رايحين فين. بصوا يا جماعه، انا الصراحه مش قادر ان انا اتخلص من المصري اللي جوايا. الصبح لقيتهم سايبيني دي على ازاز العربيه من قدام، مكتوب عليها حاجه يعني اللي هو ايه، لو فضلت تركن في المكان ده يعني هنجيب لك الونش، او الونش يعني هيضطر ان هو يجي يشيلك. فلازم بقى ان احنا نركز في الموضوع ده شويه. ولكن المشكله ان في السكن في وسط الاسبوع بيبقى طلاب كتيره، وطلاب بقى جايه من سلوفاكيا وبولندا، فبيبقوا واخدين الباركينج سبيس كله. وانا عاده بوصل البيت متاخر بالليل، فبيكون كل حد بقى خلاص ملأ الباركينج سبيسز، وما بيبقاش فاضل غير اماكن الناس اللي شغاله هناك اللي حاجزه اماكن عشان لما توصل الصبح تركن فيها. فبضطر ان انا اركن في مكانهم، ولكن لازم بقى خلاص ان احنا ناخد بالنا طالما هم ادونا وورنينج يعني. فنركز في الموضوع ده ونرجع بقى دلوقتي نخلص العيادة اللي ورايا. خلصنا مشوارين الصراحة كان بقالهم كتير محتاجين يخلصوا، بعدين بقى بالليل ناخدكم على مكان انا بقالي حوالي 15 سنة ما رحتوش تقريبا، فمتحمس ان انا ازوره بعد عمر طويل. فنرجع بقى على الشغل وبعدين نبدأ بقى الويكند بتاعنا. بصوا يا جماعة، طبعا رجعنا البيت وركننا في نفس المكان هنا عند المانجرز يعني، هم حاطين انذار اهو. ولكن انا حطيت الورقه دي، عارفين لما تتمسكوا مثلا في المترو وانتوا مش دافعين التذكره ويقولوا لكم خلاص هنديكوا ورقه كده بس تمشوا حالكم بيها طالما يعني تثبت ان انتوا دفعتوا، وبعدين بقى المره الجايه تبقوا تدفعوا تذكره عادي. فانا حطيتها كده نفس الفكره يعني تقريبا. ومتاخرين جدا يعني، المفروض الطياره من براغ اللي هي على بعد ساعه ونص لساعتين بعد 3 ساعات ونص، فيا دوبك نخش البيت دلوقتي نلم الحاجه ونجري. دي اسرع شنطه لمتها في حياتي تقريبا، ما كملناش 5 دقايق على بعض وراجعين العربيه، ونبدا بقى رحلتنا للعاصمه عشان نوصل بقى المطار في ميعادنا. بص الكلب قاعد بيتفرج على العربيه. المهم نركب ويلا بينا. دلوقتي كنت بدور على ركنه جنب المطار تكون فور فري، لان المطار الركنه فيه بحوالي 2000 جنيه في اليومين اللي هسافرهم يعني. فقلت مش مستاهله طالما يعني لينا اصدقاء كتير هنا في براغ، فنكلمهم ونسال عن الاماكن الكويسه. كلمت ادهم قال لي تعالى اركن عندي في البيت، فرايحين دلوقتي لبيت ادهم نركن هناك، ومن عنده بقى هاخد اوبر على المطار على طول. فان شاء الله يعني نلاقيه قدام البيت مستنينا. في مستنين ادهم دلوقتي، وبصوا الساعه 8 وانا المفروض طيارتي 9 ونص، ف مش عارف هنلحق الموضوع ده ازاي، ولكن نتمنى يعني ان هو الموضوع يبقى سموث. انا عامل اونلاين تشيك ان، فالمفروض ان انا خلاص اخش على طول في الجيت يعني ما يبقاش الجو معقد. عامله ايه؟ سبحان الله يا جماعه، الواحد لما بيوصل في ميعاده بيروح جاي له ايميل يقول ان الطياره عليها يعني تاخير او ديلي. ففي 40 دقيقه ديلي على الطياره دلوقتي بعد ما جرينا واستعجلنا. اول ما وصلنا المطار سبحان الله لقيت ايميل واصل بيقول لي سوري بات يور فلايت هاز بين ديليد، وي ابريشيت يور تايم والكلام ده كله، ولكن سوري فور ذا انكونفينينس. برضه ان الواحد يوصل بدري ولكن تكون الطياره متاخره احسن بكتير من ان هو يوصل متاخر وتبقى في ميعادها. فنمشيها لهم المره دي. هو مطار براغ ده تيرمينال 1، واللي فاجئني ان انا كنت رايح الاول تيرمينال 2، طلبت الاوبر على تيرمينال 2 لان تيرمينال 2 هو بتاع البلاد الاوروبيه. ولكن طبعا انا ناسي ان انجلترا طلعت بره الاتحاد الاوروبي فتعتبر ان هي بلد انترناشونال. فرجعنا بقى على التيرمينال بتاع الطيارات الانترناشونال. بصوا يا جماعه المكان المتقدم، حطوا الباسبور كده يتعمل له سكان في السريع. ايوه شايفين شعري، وتروحوا داخلين كده تقفوا هاكل الكاميرا بس. هلو
الموضوع يا جماعة في منتهى السهولة، يا دوبك حطينا الباسبور على السكانر، دخلنا ضحكنا للكاميرا فوتونا، هو ده الباسبورت كنترول هنا، مفيش بقى لاين وعند الأستاذة منى والكلام ده كله، لا على طول السكان اتصور خش. ادي الديوتي فري بتاع مطار براغ، هم كبروه شوية لأن كان زمان صغير سنة، دلوقتي يعني تقدموا بقى والسياحة ما شاء الله شدت حيلها، فبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يا جماعه جيت اخش عند الجيت لقيت الراجل بيقول لي الطياره ماشيه من البلد اللي انت رايحها، فلسه يعني طالعه من البلد وهتوصل هنا وتنزل الناس وبعدين تركبوا وتروحوا البلد تاني، فلا الموضوع يعني شكله فيه تاخير بحقه حقيقي. بصوا الناس واقفه، كل دي ناس واقفه مستنيه الطياره لحد ما تيجي، فلا يعني شكلنا مطولين. والرخامه بقى اللي في الموضوع ان احنا هنوصل البلد اللي احنا رايحينها دي الساعه مثلا واحدة بالليل، فلسه على ما نلاقي طريقه ان احنا نوصل بيها وسط المدينه، وبعدين في وسط المدينه قابل صاحبي وصاحبي ياخدني لبيته، فهيبقى الموضوع متعب ليا ولصاحبي، فالله ايه ما نغلبش صاحبي معايا في الموضوع لان احنا كده كده متسوحين، فليه نسوح الناس معانا بقى. عايزين نجيب برضو سوفينير خفيف كده لصديقنا اللي بقالنا كتير ما شفناهوش، بقالنا حوالي سنتين وانتوا عارفينه من الفلوجز القديمه، فنجيب له هديه بسيطه بس عشان ايه، اكيد تشيك وحشاه برضو. بيلزنر اوركويل من اشهر البراندات هنا يعني في تشيك، فنجيب له واحده سوفينير كده يفتخر بيها ويشرب فيها الشاي الصباحي، وبالمره بقى نجيب له يعني واحد من الشرابات بتاعت براغ دي لان هو يعني من محبي الشرابات الفانكي دي، نجيب له ده. خير يا جماعة، بعد ساعتين تأخير الطيارة وصلت ولسه متعرفين على اتنين أستراليين لبنانيين، فشكلنا هنقضي معاهم الطيارة دي. بيقول لي ان صديقه كسر رجليه لان هو زقه من على السلالم يعني، فونعم الصداقة. حاجة ان احنا دخلنا بدري علشان يبقى في مكان للشنطة بتاعتي، لان عادة بتبقى الطائرات الصغيرة دي ما فيهاش مكان للشنط، فبضطر ان انا احطها تحت رجلي وازنق نفسي يعني. We kindly ask you to review the safety instruction card one more time as it contains important safety information. الجو اللي توقعته بالظبط، مطرة وبرد، ولكن المهم ان احنا وصلنا ما كانش فيه تاخير قوي في الطياره ذات نفسها، وطلع تاخير بقى ان عشان كان فيه شبوره في المنطقه فمش عارفين ان هم يطلعوا وينزلوا. حسوا يا جماعه ان احنا ماشيين في سباق لان كل الناس متاخره طبعا، اللي مش هيلحق ان هو ياخد المترو واللي اهله مستنيينه بقى لهم ساعتين، فكل حد بيجري. بص كله مستعجل تماما، وعارف ان انا لسه ما قلتلكمش احنا رايحين فين، ولكن بصوا يا جماعه لقد وصلنا يا لندن. بقالي حوالي 14 سنه ما جيتش لندن، يعني انا جيت اخر مره كان يعني رحله جماعيه مع اصدقائي وكنا لسه بيبيهات يعني نعتبر، فاول مره من 14 سنه، فانا مش فاكر تقريبا اي حاجه يعني، يا دوبك الحاجات الاساسيه زي لندن اي والنهر والاتوبيس والكلام ده كله، ولكن ناسي معظم الحاجات، ف متحمس ان انا يعني اعيش اجواء لندن من جديد. وصلنا دلوقتي مطار لندن جاتويك، ده اللي هو بيوصل فيه الطيارات الرخيصه شويه، ويز اير وراين اير. في بقى المطار الرئيسي اللي هو لندن هيثرو، ده اللي بيوصل فيه الطيران الاكبر شويه زي الاماراتيه والحاجات دي، فاحنا دلوقتي وصلنا الى لندن جاتويك. الاثنين اساميهم اسوء من بعض، ولكن ما علينا، نطلع نختم الباسبور نروح بقى نلحق صديقنا تيما لان هو مستنينا بقاله كتير قوي يعني، المفروض هيقابلني في محطه مترو يعني، فانا هركب واوصل له جنب السنتر كده او جنب المنطقه اللي هو عايش فيها، ومن هناك بقى ننطلق. بص انا كنت على طول بسمع لندن جاتويك وستانستيد والحاجات دي واقول اكيد مطارات يعني مش بطاله، ولكن لو خدتوا بالكم السقف اللي ورايا والمطار بشكل عام يعني مطار افريج جدا يعني، ولكن مش مشكله، المهم ان احنا وصلنا بقى، نحاول دلوقتي ان احنا نوصل لصادق، ما دي اهم حاجه، دي المهمه الحاليه. كده دخلنا في الجد بقى، نحاول ان احنا نلاقي المحطه اللي رايحينها ومش هنعرف نوصل لها اكيد، لان طبعا اللندن تيوب ده هو اكتر حاجه معقده هنا في انجلترا. نحاول بقى ان احنا نفهم المكنة دي، ومفروض ان انا اجيب حاجة اسمها تيمز لينك، ده احنا ايه حتى بالانجليزي بقينا معقدين. ماشي احنا دلوقتي عايزين بلاك، مفيش بلاك فيرس، يبقى احنا في المنطقة غلط.
تتكلم عربي؟ والله شوية شوية أنا ما عرفت. عايز التيمز لينك حد بلاك فيرس. والله أنا يعني ما عرفت. ما تعرف؟ أنا أسوأ لهم حبيبي دوش. موضوع الكونتاكتلس ده يا جماعه طلع سهل جدا، يا دوبك بس احط التليفون يعني والابل باي على المكنه وخلاص كده انا دفعت التيكت المفروض. ما اعرفش بقى دفعت كام، ولكن المهم ان احنا دفعنا ودلوقتي نازلين بلاتفورم 1، ومن هناك هنحاول ان احنا نوصل محطه اسمها بلاك فيرس. فاتمنى ان احنا ما نتوهش. والغريب بقى ان انا ببص من لندن جاتوك لحد بلاك فيرس دي ساعه، متخيلين ساعه بالمترو علشان نوصل وسط البلد. طبعا ما ينفعش ان احنا نبدا وقتنا في لندن من غير الشيبسي خل وملح الشهير بتاعهم، فجبنا لنا واحد ووكرز اللي هو الليز بتاعهم يعني، والروبنسونز ما اعرفش ده ايه ولكن هنجربه. حلو برضو الواحد ايه يجرب اطعام جديده في بلاد مختلفه عشان يأسوسييت الطعم ده يعني بالبلد اللي هو فيها. يلا خل وملح والروبنسونز بأسبيريا نافل. وصلنا محطة لندن بلاك فرايرز او معرفش بلاك فايرز حاجة من الحاجات دي يعني، ومفروض ان تيما صديقي مستنينا برا، فمعرفش فين بالظبط لان في اكزيت من الناحية التانية واكزيت من الناحية دي، فهنحاول ان احنا نلاقيه في زحمة لندن. بصوا يا جماعة وانتوا طالعين من المحطة ما شاء الله يعني لندن الانترو بتاعها جميل جدا يعني النهاردة. اه يا لندن كده احنا في قلب لندن بقى، نحاول ان احنا نلاقي تيما. ما اعرفش هيبقى واقف فين بالظبط ولا مستنينا فين، ولكن نحاول ان احنا نكلمه دلوقتي نسال عليه بدل ما نتوه. يا وحشتني برضو المدينه دي ليها طعم مختلف يعني. بص اول ما تطلعوا كده لندن تاكسي والمترو والناس نايمه بره كده والمباني، لا لا ليها طعم برضو مختلف لندن. المهم خلينا دلوقتي الاول ندور على تيم. لا لا كده يا جماعه احنا اوفيشلي وصلنا لندن. بصوا الاوتوبيس بتاع لندن الدورين والصندوق بتاع التليفونات ولندن كابز واقفه قدام. لا لا كده فعلا على طول كده بوم بلاك فرايرز دي نزلتنا في سيتي سنتر على طول، فحسينا على طول بالاسطمبه بتاعت لندن. والمفروض ان ريفر تيمز يعني موجود هنا، فيعني احنا نزلنا في قلب الحدث على طول. حلو برضو ان تيم اختار لي المحطه دي ان انا انزل فيها وقابله يعني الساعه 1 بالليل. اي نعم انا دلوقتي ميت تماما بسبب ان الشغل والمشاوير والسفر لبراج ومش عارفه ايه والكلام ده كله، فميت عايز انام الصراحه، ولكن حلو برضو ان احنا نتقابل في السيتي سنتر ندفلف شويه وبعدين نرجع بقى على بيته وننام. وتيما اكيد انتوا فاكرينه من البلوجز القديم خالص بتاعت السكن في التشيك ايام الدراسه، وبقالي حوالي سنتين ما شفتوش يعني فتره طويله جدا، فمتحمس ان انا اقابله ومتحمس ان انا افرجه لكم ان هو برده كبر شويه من ساعه ما كان بيطلع في الفلوجز. ادي النهر اهو والمترو فوق زي ما انتم شايفين. لا لا اجواء برده لندن جميله، والصراحه مش برد زي ما انا كنت متوقع يعني، كانت بتمطر شويه ولكن البرد يعني درجه الحراره حلوه. بص يا جماعه تيما بيدور عليا هناك راكب على السكوتر وبيدور عليا Stop! Two years. Lost. Fuck. بس يا جماعة تيما جاي يسلم عليا ويعمل السكوتر من كتر الحماس. I miss you. Two years bro. I was just saying that's crazy. You haven't changed much actually. You look just as good as you always have been. Welcome to London. Oh, thank you, mate. المنطقة اللي احنا فيها يا جماعة كلها يا لاتينوز يا عرب، فهتلاقوا السوبر ماركتس كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. No, I'm good man. I tasted it and it's not that good. Agreed. Let's do something English bro. Choose the most English drink ever. Probably like one of those, right? No, nothing English here. Only Arab stuff. They drink glucose cider. Ooh.
بص يا جماعة، هنا عندهم مشاريب بالشوكولاتات، يعني مالتيزرز، سنيكرز، ميلكي واي، جالكسي، كل دي ميلك شيكس. يعني خلينا ناخد واحد جالكسي. لا لا، ما اعرفش ده مقاطعة. لا خلينا ولا شخص. روبيكون. Wait, but this I saw. I saw it in India or something like that. Yeah, they drink it. In India, huh? Because there are lots of Indians. روبيكون. خلينا نجربه. تيما بيقول لي لازم اجرب روبيكون، ده مشروب هنا مشهور عندهم. انا كنت سامع عنه في حته بس مش فاكر فين بالظبط، لكن هنجيب واحد بقى بالمانجا، سباركلينج مانجو. تيما، I guess since we're gonna sleep, it's time for us to end the vlog so that your roommates don't wake up. What do you want to say after 2 years of not appearing on the vlog or more? First of all, I'm happy that you're here. I've been asking you to come here for 2 years. Yeah, that's true, and I have been quite lazy to come. فعلا تيما بقاله كتير بيقول لي تعالى زورني في لندن، فاخيرا جينا زورنا تيما. After so long, bro, I missed you. فننهي الفلوج هنا عشان جو عنده مش هنعرف ان احنا نتكلم كتير، لان جيرانه يعني في ناس واخده غرف تانية. فكالعادة استنونا بكرة في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then, take care.